كورد أوغلو، سوف أقتلك بطريقة تجعل أهالي القبيلة يتحدثون بها. خذوا هؤلاء. وأن تخرج. كورد أوغلو خائف من أن يفعل الأهالي شيئاً، ولذلك يريد أن يخرجنا من هنا بصمت. تثق بالقفص؟ لا أبداً، بل أثق بنفسي سليمان. حين أكون مقيداً بالسلاسل تكون شجاعاً كورد أوغلو. وأنت كنت شجاعاً، فما الذي استفدته من رحمتك؟ ها قد خسرت السيادة. خيانتك هذه لي ستحاسب عليها ذات يوم، ولكن لدي فضول، لما خنتني في آخر عمرك وأنا وإياك اقتربنا من الموت؟ فلماذا الخيانة؟ ها؟ لماذا؟ آه سليمان، آه، كنت جسورا وفقتك ذكاء، ولأجل هذه القبيلة عملت لسنوات، ولكي تحقق أنت النصر قد حاربت بشجاعة. ثم فكرت، لماذا لا أجلس على العرش وأبعده؟ لما لست أنا سيد القبيلة بل هو؟ وأنا من كان يفعل كل شيء هنا. نعم، أنا كورد أوغلو. لم أؤذك لا بالكلام ولا بالسيف، لكن ما حصل معك كان قد حصل مع ابن آدم عندما قتل أخاه غيرة. قابيل قال لأخيه، لما أنت تفوز ولست أنا؟ ولا تنسى أن هابيل مات مرة، لكن قابيل مات 1000 مرة. قدرك ذهب يا سليمان، ولا أهتم بهذا الكلام. يا حراس، خذوا هذا.